أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من الآخر وأبرز الملفات لهذا اليوم. وأظن أن أبرز خبر لهذا المساء وهو حصريا للبرنامج ومن مصادر معتبرة نسميها دائما الهداهد في هذا البرنامج، وهي جمع هدهد. وقالت هذه الهداهد للبرنامج بأن تاجر السلاح المعروف فارس مناع، والذي يعرف أيضا بحوثيته وهو يتواجد لدى الحوثيين، بأنه شوهد خلال الأشهر الماضية أو على الأقل 6 أشهر الماضية في العاصمة المؤقتة عدن، وأن الرجل يتواجد في فيلا في منطقة الممدارة بعدن، ويرتبط هذا الرجل بكثير من صفقات الأسلحة المشبوهة في المنطقة لبلادنا أو حتى أيضا لدول القرن الأفريقي. وتواجد هذا الرجل في عدن بطبيعة الحال لن يكون في منأى عن رضا قوات الانتقالي، ويقال أن فصيلا في الانتقالي وبإعاز من الإمارات هو من يوفر الحماية لفارس مناع. وبحسب معلومات فإن الرجل يقوم بعقد صفقة أسلحة أو صفقات أسلحة لصالح دولة من دول التحالف بين قوسين لنقول الإمارات، لتزويد ميليشيات مرتبطة بها سواء في اليمن أو في المنطقة، خاصة أن الأسلحة التي يتم الحصول عليها بين الدول مثلا الإمارات ودولة ما، حين تقع هذه الأسلحة في أيدي الميليشيات وتكشف مصادرها فإن المصدر سيعرف أن الإمارات هي المصدر، لكن عند الذهاب والحصول على الأسلحة عبر تجار الأسلحة غير الشرعيين مثل فارس مناع مثلا، فالأمر هو يمكن التنصل منه والقول بأن هذه الأسلحة حصل عليها أو حصلت عليها الميليشيات المتعددة سواء في السودان أو في القرن الأفريقي أو في الصومال عبر تجار سلاح، ولا تحسب هذه الأسلحة على دول تتورط في هذه الصراعات كدولة الإمارات. لا ندري على وجه الدقة ما هي الصفقات التي نفذها فارس مناع لصالح الإمارات أو حتى لصالح الفصيل الذي يحميه من الانتقال في عدن، وهل هناك تورط بشكل أكبر في هذه التجارة، خاصة أن مصادر أخرى أيضا قالت البرنامج بأن ثمة أسلحة شوهدت وهي تشحن من السواحل اليمنية خاصة من منطقة الصبيحة باتجاه دول المنطقة للقرن الأفريقي، لا يعلم للسودان أو للصومال أو لغيرها، لكن هناك نشاط محموم في تجارة الأسلحة يمارس من خلال السواحل اليمنية المسيطر عليها على الأقل من قبل دول التحالف. وفارس مناع بطبيعة الحال هو شخصية مثيرة للجدل، كان مرتبطا بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان مديرا لمشتريات الأسلحة أيضا في وزارة الدفاع، ومن خلال هذا المنصب أيضا ساهم في الكثير من صفقات الأسلحة التي ذهبت إلى الميليشيات في المنطقة وخاصة إلى الفصائل الصومالية المتقاتلة، كانت وكان يستورد الأسلحة باسم وزارة الدفاع ومن ثم يبيعها على الفصائل المتقاتلة في الصومال وحتى أيضا للسودان وإلى إثيوبيا وإلى عديد من الدول، ويتم تقاسم هذه الأموال أموال هذه الأسلحة مع نافذين في الدولة وربما مع وزارة الدفاع ككل أو مسؤولين في وزارة الدفاع ككل أو حتى رئاسة الدولة. هذا الأمر دفع إلى أن مجلس الأمن وضع اسمه في قائمة مهربي السلاح إلى حركة الشباب المجاهدين في الصومال، ما أدى إلى تجميد رصيدته في وزارة الخزانة الأمريكية، كما اتهم أيضا باستلام ملايين الدولارات من الدكتاتور الليبي معمر قذافي الرئيس الليبي السابق لأجل تجسس لصالح ليبيا ودعم الحوثيين بالسلاح عبره، كان يستلم الأموال من القذافي واشتري سلاح وهو يعمل مع الدولة الرسمية مع علي عبد الله صالح في إيصال الأسلحة، هو ارتبط مع أكثر من جهة، تراه مرة مع القذافي مرة مع صالح مرة مع الحوثيين، وعند سقوط صنعاء كان على صلة وثيقة بالحوثيين، وكان أيضا حتى عين قبل ذلك محافظا لصعدة. تم وضعه في أكتوبر 2009 على رأس قائمة المهربين للسلاح من اليمن، وتم وضعه أيضا على المراقبة. اتهمه القضاء البرازيلي وفي أمر لافت بالتورط بتهريب السلاح من البرازيل إلى اليمن ومخالفة القرارات الأممية التي أقرت حظر تصدير السلاح إلى الميليشيات. في أواخر 2010 تم اعتقاله آخر عهد صالح من قبل الأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات واسعة بين مشايخ القبائل اليمنية، ثم أطلق سراحه في 4 يونيو. هو علاقته ملتبسة، أحيانا علاقة جيدة مع صالح ويعينه محافظ لصعدة، وأحيانا يعتقله بتهمة صفقة أسلحة تذهب إلى الحوثيين. وهناك حادثة أيضا شهيرة ربما هي كانت السبب في القطيعة ما بين الأمريكيين وعلي صالح، عندما جمد فارس مناع وعندما اعتبر شخصية خطرة
مخالفة للقوانين، فإن وضعه على قائمة العقوبات للخزانة الأمريكية يمنع التقاء المسؤولين الأمريكيين بهذا الشخص. لكن عندما زارت هيلاري كلينتون في عهد أوباما، وكانت حينها هي وزيرة الخارجية، وفي جلسة غدا ربما أو جلسة يعني جلسة طبيعية مع الرئيس السابق علي صالح، استدعي فارس منع إلى هذا اللقاء، واستدعي أيضا للسلام على هيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون كتبت ذلك في مذكراتها وقالت أن هذا كان تصرفا وقحا، لنقول من الرئيس السابق علي صالح حين يستقدم فارس مناع إلى هذه الجلسة مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أمرا غير مقبول. الأمر الذي دفع به هيلاري كلينتون أن تكتب إلى أوباما بهذه الواقعة، ويقال أن هذه الواقعة من ضمن الأسباب التي أدت إلى القطيعة ما بين علي عبد الله صالح والأمريكيين ككل، الذي ساهم أيضا في دفعهم بثورة 2011 واختيار الحوثي ربما بديلا عنه وعن قوى 2011 من قبل الأمريكا. لكن ما يعنينا هنا هو فارس مناع وما الذي يعمله في عدن، وهل ينفذ صفقات أسلحة لصالح الإمارات ولمن، وهل يتورط فارس مناع في أيضا تجارة السلاح مع اليمن مع الحوثيين مع فصائل أخرى ترتبط بالإمارات، أم ربما هو يعمل في إيصال السلاح إلى الفصائل المحسوبة أيضا على الإمارات في السودان، ولنقول أيضا في الصومال، وأيضا حتى أيضا في إثيوبيا ربما مع الدولة الإثيوبية يعمل كذلك. لكن وجوده هناك وبطبيعة الحال لن يكون بمعزل عن الرضا الإماراتي وعن أيضا أدوار يقوم بها مع الإماراتيين الذين يسيطرون بالفعل على العاصمة المؤقتة عدن من خلال الميليشيات المرتبطة بهم. فارس مناع في عدن سؤال كبير بطبيعة الحال ومثير ويحتاج إلى الكثير من الإجابات. فاصل ونواصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وفي حادثة إضافية أيضا تعكس حجم الفوضى الحاصلة في مجلس الثمانية الرئاسي لبلادنا. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي باقتحام مكتب تابع لمكتب الرئاسة في عدن وطرد موظفيه منه، ويتواجد في هذا المكتب موظفين يتبعون الرئاسة إضافة إلى خبراء مصريين تم استقدامهم من قبل الرئاسة لهيكلة المكتب. للمحرمي عديد من الأسباب حول الواقع التي فعلها، بأن شعيبي مدير مكتب الرئاسة وصورته تظهر معنا، وكذلك إذن العليمي يستأثرون بكثير من قرارات الرئاسة دون الرجوع إلى الأعضاء، الأمر الذي أثار حفيظة المحرمي الذي أيضا لديه كثير من الملاحظات يقال على مبلغ المنحة السعودية وهي 250 مليون دولار للرئاسة، مليار دولار للحكومة، الحكومة هي تتصرف في مبلغها، لكن هذا المبلغ 250 مليار الممنوح للرئاسة حوله الكثير من التضارب ما بين العليمي والشعيبي وأيضا المحرمي. المحرمي عندما اقتحم هذا المكتب، المكتب هو
يقوم بهذه الوظيفة، وظيفة إدارة المنحة السعودية المخصصة للرئاسة، وهو مكتب من خارج مكتب الرئاسة المعروف بطبيعة الحال، وتم إنشاؤه بعناية وباختيار الشعيبي مدير مكتب الرئاسة ورشد العليمي بمعزل عن بقية الأعضاء. كان يتواجد بحسب المعلومات في هذا المكتب عادل السامعي مدير الوحدة الحسابية المخصصة للمنحة السعودية للرئاسة، ونجيب عبد الله مستشار الموارد البشرية، وخالد القاضي مدقق خارجي، وأكرم فاروق مراجع، وحمام الصنوي مدير عام حقوق المرأة. وتم إخراجهم من قبل المحرمي أو وزراء المحرمي إلى خارج المكتب وإقفاله، وكان هناك خبراء مصريين تم أخذهم من قبل المحرمي إلى مطار عدن وترحيلهم. الأمر الذي يقال أن الشعيبي مدير مكتب الرئاسة أغضبه هذا الأمر، ويقال أنه سيقدم استقالته للرئيس العليمي ويتواجد الآن في ألمانيا. بطبيعة الحال ألمانيا هي كان فيها الشعيبي كسفير، وكان العليمي أيضاً يذهب إليها دائما كزيارات أو كطب أو كاستثمار حتى، فهي ممن يجمع الرجلين الشعيبي والعليمي كعلاقة خاصة. هم كانوا أصدقاء في الحكومة الماضية للرئيس علي عبد الله صالح، وكان الاثنان لا يخزنان، وبالتالي تربطهما صداقة معينة، وظلت هذه الصداقة إلى وصول الشعيبي كسفير في ألمانيا، وكان العليمي يتردد عليه ويقال أنه بينهما تجارة وأموال مشتركة. وبالتالي فألمانيا هي أحد الملاذات الآمنة للعليمي وكذلك أيضا للشعيبي، ويقال أن للعليمي أيضا رغبة في تغيير الشعيبي على الرغم من الصداقة الموجودة بينهما. لأبو زرع المحرمي أيضا عديد من الملاحظات على أداء الشعيبي، منها التوظيف، ويقال أن الشعيبي هو لا يريد الموظفين السابقين الذين كانوا في عهد مدير المكتب السابق عبد الله العليمي، وهو كان منذ عهد هادي، ولا يريد حتى أيضا استخدام الموظفين الشرعيين للمكتب، وأنا أحدهم مثلا، أنا موظف في الدائرة السياسية، وكثير مثلي موظفين في الدوائر السياسية أو حتى الإعلامية أو معظم دوائر المكتب رئاسة الجمهورية لا يتم استدعائهم ولا يطلب منهم أيضا العمل في رئاسة الجمهورية، فيما يرغب الشعيبي في توظيف موظفين جدد يتبعون له بالولاء. أبو زرع المحرمي أيضا لديه قائمة ويريد توظيفه باعتبار أنه عضو، ويحق له أيضا توظيف بعض الأشخاص، لكن الشعيبي والعليمي يردون بأن هؤلاء لا تنطبق عليهم المواصفات، وبالتالي نوظف فقط من نريده نحن. عموما هي فوضى حاصلة في مجلس الكادر الرئاسي، وتعكس من وجهة نظري حجم الخلافات وحجم الانقسامات التي لا تظهر إلى السطح بين الأعضاء، سواء أبو زرع المحرمي، العليمي كرئيس المجلس، عيد الله الزبيدي الذي أيضا مواضيعه الخاصة، سلطان العراد الذي لا يذهب إلى عدن، طارق صالح الذي يتواجد في المخ أيضا ولا يرغب في الذهاب إلى عدن. الأمور ليست على ما يرام كما يقال في هذا الجسد المريض المسمى مجلس الثمانية. أشرنا أعزائي المشاهدين إلى مسألة أن العليمي والشعيبي استقدما شركة مصرية لإعادة هيكلة مكتب الرئاسة، مع أنه هذا الأمر ليس من حقهما باعتبار أن مكتب الرئاسة خاضع لقانون الجمهورية اليمنية ويجب أن يلتزم به العليمي ورشاد، وهناك موظفين في المكتب ويجب أن يعاد هؤلاء الموظفون أيضا إلى وظائفهم، هذا ما يفترض، لكن العليمي والشعيبي لهم موالهم الخاص، واستقدموا لهذا الغرض شركة مصرية دفعوا لها 140,000 دولار، مسألة طبيعية أن تدفع لشركة استشارات هذا المبلغ. التقت بالموظفين قبل شهر ونصف بالأمانة العامة ومكتب الرئاسة بمنطقة حقات في عدن كريتر، وانسحب الموظفون من الاجتماع، حددوا كل الموظفين بإحالتهم إلى الخدمة المدنية، يعني لم يعجبوهم، قالوا أنتم اذهبوا إلى الخدمة المدنية. الغرض من الهيكلة إحلال موظفين جدد مقربين من العليمي والشعيبي كما يقال، ويريد أبو زرع المحرمي أيضا فرض بعض الأسماء في هذه الهيكلة. يقولون الموظفين يعني لماذا تستبعدوننا وحتى نحن عملنا بدون قرارات وبدون تثبيت، وحملنا المرحلة كلها الماضية في هذا الوضع، والآن عند التثبيت وعند الهيكلة تريدون استبدالنا بآخرين. طبعا المكان الذي اقتحمه أبو زرع المحرمي هو ليس مكتب الرئاسة الذي يعمل من خلاله مكتب الرئاسة في حقات في منطقة معاشيق، إنما مكتب في الخارج تم استئجاره بشكل خاص من قبل الشعيبي مدير مكتب الرئاسة، وهي فيلا مستقلة عن مكتب الرئاسة كما قال المنظمة العربية ومقال الوحدة الحسابية مخصصة بمتابعة المنحة السعودية المخصصة لمجلس الرئاسة، والتي قلنا أنها 250 مليون دولار. هذا كل ما لدينا حول هذا الموضوع. إذن هناك خلافات محمومة وهناك فتوة من قبل أبو زرع المحرمي لفرض آرائه على الرئاسة، كما كان أيضا في وقت سابق أبو زرع المحرمي
كان قد حاصر معين عبد الملك كرئيس الوزراء في معاشيك وفرض عليه أيضا مسائل ولم ينقذه من المحرم إلا تدخل سعودي. بالتالي فالسيطرة في عدن هي إما لعيدروس وإما لوزراء المحرم، والذي يخجل أو يخجل أن يخرجونه عبر عيدروس يخرجونه عبر أبو زرع المحرمي كرجل الفتوة لنقول لهذا السياق الحاصل في عدن، وهو من خلال هذه التصرفات يضغط ويمارس نفوذه على مجلس الثمانية الرئاسي ويفرض أيضا آرائه على رشاد العليمي الذي يبدو كرجل مسلوب الإرادة وضعيف، وهو الحلقة الأضعف لنقول بين هذه المجموعة الغير متجانسة المسمى مجلس رئاسة البلاد. إذن هذا أمر بالنسبة لي مقلق ويعكس ضعفا داخل هذا المجلس أمام الحوثيين في أي محطة سياسية قادمة، على لنقول على الرعاة الإقليميين العمل على معالجة هذه المسائل الصغيرة أنا وجهة نظري بين قوسين، والتي هي ليست صغيرة في فعلها إنما في أيضا في اهتماماتها، يعني على وظائف على أموال، هذا مما لا يليق في هذه اللحظة، ويستدعي من أصحاب هذه الطبخة أن يعملوا على إزالة هذه الشوائب التي تظهر بين الفئة والأخرى فيها، وهي طبخة بطبيعة الحال غير مستشارة للشعب اليمني وأجبروا عليها، وبالتالي على الطباخين أن يصلحوا هذه الطبخة الغير مستساقة بطبيعة الحال على الأقل ليمرضها اليمنيون إلى حين ويكتب الله فرج أيضا من هذا الوضع السياسي الراهن الغير طبيعي. أنا من وجهة نظري لا مجلس الثمانية طبيعي ولا الحوثيين طبيعيين، وبالتالي يستحق الشعب اليمني حالة أفضل من هذه الحالة المريضة والتعيسة. فاصل ونواصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ولدينا أيضا للتعليق موضوع تشكيل. أنا كنت أود أن أتجاهل هذا الموضوع، هو تشكيل الحوثيين لحكومة جديدة، لكن هناك كثير من اليمنيين يهمهم الأمر، وهناك من علق بأن الأمر هو اكتثاث للمؤتمر الشعبي العام، وبطبيعة الحال منذ مقتل الرئيس السابق علي صالح فالحكومة وكل الحياة السياسية هي خاضعة للحوثيين، وبالتالي فإن تعيين حكومة خاضعة بالمجمل للحوثيين هي مسألة تحصيل حاصل. هناك من لفت انتباهه أيضا ونرى صورة أيضا للحكومة بأنهم لا يلبسون الكرافتات إسوة بالنظام الإيراني باعتبار النظام الإيراني لديه موقف من اللبس الغربي الفرنجي الكرافتة، وبالتالي هو مدلول على أن هذه الجماعة هي توالي إيران، وهو مسألة أيضا تحصيل حاصل، فالجماعة هي توالي إيران بكرافتة أو بدون كرافتة. هناك من قال وجدنا وزير الدفاع متلبسا وهو الوحيد الذي لبس بدلة رسمية بكرافتة، وبالتالي فإنه بدا شاذا في هذه المجموعة. لكن ما يعنينا أيضا من قراءة في هذه الرصة أو التشكيلة من قبل الحوثيين حالة الفقر السياسي لدى الجماعة، لا تمتلك كوادر لإدارة الدولة، وبالتالي رأينا أسماء بسيطة و قليلة التجربة والخبرة تصعد إلى هذه الوزارات، ويحاول الحوثيون أيضا من خلال هذه التشكيلة الظهور بالمظهر الوطني، رئيس حكومة من أبين يافع أبين، ووزراء أيضا من يافع وزير السياحة، ومن الحديدة قحيم كان محافظ الحديدة وعينه وزيرا للأشغال، يريدون القول أنهم بمدلول الوطني، يعني مظهر وطني ويتواجد في هذه الحكومة من كل اليمن، لكنه في الأخير حكومة طائفية ويغلب عليها أيضا الوجود الطائفي للحوثيين
كأصحاب قرار أو حتى أيضا كمشرفين في الوزارات. هي الحوثي هو مكون طائفي ويمارس السلطة أيضا كطائفي، وبالتالي رأينا هذا الفقر في التعيينات لهذه الحكومة. ومثلا جمال عامر مثلا كصحفي هو زميل، لكن كبير عليه أن يكون وزيرا خارجيا للحوثيين. عموما هي وزارة معطلة، يعني ما الذي يمكن أن يعمله جمال عامر مثلا في وزارة معطلة ولا يعترف بها أحد كوزارة خارجية؟ محمد مفتاح مثلا هو أكبر منصب مسكه في حياته، كان قاضيا ابتدائيا، حكم ابتدائيا في حرز، وحكم عليه بالإعدام أيام الرئيس السابق بتهمة التخابر مع إيران، واختير كنائبا لرئيس الحكومة، وربما إعطاء الطابع المذهبي الزيدي هذه الصفة بأنه هو المسيطر على هذه الحكومة. تم الاحتفاظ بوزير الداخلية وهو الحوثي عم عبد الملك، بقاؤه كان لافتا، وهو رجل ربما من أصحاب النفوذ الأقوى داخل الجماعة. إذن العاطفي هو وزير الدفاع مرضي عنه أيضا عبد الملك، وبقي أيضا في منصبه كوزير للدفاع. يحيى الحوثي تم استبعاده، وقد ربما ضاق به أخوه ذرعا، فهو من أكبر الفاسدين في البلاد، ولا يهمه مسيرة ولا حوثي ولا يهمه القضية، يهمه فقط كم يكسب. بالتالي فإن أخوه عبد الملك ربما استبعده لهذا الغرض. جلال روشان تم الاحتفاظ به أيضا كنائب لرئيس الوزراء بالنسبة لهم، ويعني هو جزء من التشكيلة يعني الموالين. فعموما ما يمكن قوله في هذه التشكيلة بأن جماعة الحوثي تعاني فقرا سياسيا كما البلد، لنقول ليس الحوثيين فقط، البلد بمجملها تعاني من فقر سياسي، وإلا لم يكن هذه الأسماء الرديئة نراها وزراء ومسؤولين في مجلس الرئاسة أو في الحكومة الشرعية كمعمر الرياني مثلا، أو كأسماء أيضا تعيسة نراها في حكومة الحوثيين. بالتالي هناك تجفيف للحركة الوطنية في البلاد، والتي لطالما كانت على الأقل منذ الثورة حتى آخر أو أوائل عهد علي صالح. علي صالح كان يلتزم في بداية عهده بأسماء وازنة من رجالة الدولة، عبد الكريم الأورياني، عبد العزيز عبد الغني، وحتى أيضا رجالة الدولة يكونون على الأقل مؤهلين بشكل أو بآخر في الوزارات التي يمسكونها، أسوة بالفترة الجمهورية. الجمهورية كانت تعتمد على أسماء وازنة كمحسن العيني، كنا عبد العزيز عبد الغني هو شخصية اقتصادية معروفة، الأورياني إذن شخصية اقتصادية معروفة، تلقوا تعليما جيدا في الخارج، وبالتالي كان هؤلاء في العصر الجمهوري هم من يمسكون الدولة وعلى الأقل الجهاز الإداري للدولة. وكان هناك ما يشبه ربما القانون غير المعلن بأن يجب أن تكون الحكومة بشخصيات اقتصادية ومؤهلة أيضا في الخارج، هي من تدير الحكومة والوزارة. بدأ هذا القانون يكتسر منذ التسعينات، منذ انفراد لنقول علي صالح بالحكم بعد هزيمة الاشتراكي، وإقصاء أيضا الإصلاح من الحكومة، وبدأ علي صالح أيضا وفقا للانتخابات ومزاج الانتخابات للمؤتمر الشعبي العام يطعم هذه الحكومة بكوادر غير مؤهلة وتخضع للمزاج الشخصي له، وأيضا حتى الأولاد كانوا يضيفوا بعض الأسماء. وبالتالي فإن الحكومات اليمنية بدأت تنحدر منذ ذلك الحين، لنقول منذ أواخر التسعينات تنحدر حتى وصلت إلى هذا الانحدار الذي نراه الآن في حكومة شرعية تملى علينا من الخارج مثلا من السعودية، وحكومة تعيسة أيضا للحوثيين تفتقد إلى الخبرة السياسية وحتى أيضا الخبرة الإدارية في إدارة الدولة. ونحن بطبيعة الحال بالحكومتين، حكومة الحوثيين وحكومة الشرعية، في مرحلة هي الأتعس لنقول في إدارة البلاد، وهي تعكس نفسها مرحلة سياسية تعيسة تعكس نفسها في هذه التعيينات للحوثيين أو للشرعية في الحكومات المعلنة لإدارة البلاد. هي مرحلة من الفقر السياسي والتعاسة والخيبة. فاصل ونواصل.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى فقرة أخرى أيضا من الآخر، وكملتزمين أيضا بالقضية الفلسطينية وبالحرب الصهيونية على غزة، يروق لنا أن نحلل أيضا المستجدات حولها، وهو أمر بطبيعة الحال هم كل اليمنيين وكل المسلمين، باعتبار أن هذه المعركة هي جرح نازف في قلوب كل المسلمين. هناك جهود أعزائي المشاهدين، جهود عسكرية واضحة للأمريكان في المنطقة، ويقال أنها أيضا لمنع توسع الحرب ما بين إيران وإسرائيل، وحتى أيضا لالتزام حماية إسرائيل. لكن هناك مرر أيضا أن هذا الوجود العسكري قد يلجم أيضا إسرائيل عن التصعيد، كما فعلت قبل أيام بالمجزرة الأخيرة في غزة، أو أيضا بالتصعيد باغتيال هنية في إيران. مع هذا الحشد العسكري أيضا هناك جهود سياسية للأمريكان، وأنا قد كما قلت أيضا في الحلقة أو في حلقة ماضية بأن وقف الحرب هي مصلحة استراتيجية للدولة العميقة في أمريكا، وبالتالي أيضا للديمقراطيين لمنع وصول ترامب ووصول كاميلا هاريس إلى الرئاسة، وأن الدفع بالأمور إلى التصعيد هي مصلحة لنتنياهو كما هي مصلحة أيضا لترامب، وبالتالي هناك صراع إرادات بين الجانبين، نتنياهو ومعه ترامب والجمهوري لنقل، والدولة العميقة ومعها ديمقراطيين وكاميلا هاريس وبايدن، أيضا لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، وأيضا وقف إطلاق النار، ولا ندري أي إرادة ستنتصر. لكن واضح أن هناك تصعيدا، أن هناك لغة سياسية مختلفة بدأنا نراها من البريطانيين من الألمان وبإعاز من الأمريكان، تدعو نتنياهو إلى وقف التصعيد ووقف الاستفزاز، الأمر الذي يعكس كما قلت وكما أرانا على الأقل قد لا أكون مصيبا رغبة أمريكية واضحة في وقف الحرب. وبالتالي ضمن هذا السياق هناك أخبار عن موقع إكسيوس الأمريكي أنه من المتوقع أن يسافر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط ماكروك إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة. هناك اتفاق على أنه بايدن، لكن هناك بعض الفجوات الأخيرة على سلسلة من الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة. هذا الأمر أيضا مشكل بين مصر وإسرائيليين، احتلال معبر فيلادلفيا وهو ضمن اتفاق سيناء، استعادة سيناء، يمنع وجود إسرائيل في هذا المحور ويكون خالصا فلسطينيا مصريا، وهو كان أمرا مزعجا للمصريين، وربما يعمل الأمريكان على حل هذا الإشكال وسحب الإسرائيليين منه والعودة لوجود مصري فلسطيني فيه. ويقال أن الهدف بحسب إكسيوس هو إعادة فتح معبر رفح كما قلنا، ووجود فلسطيني مصري فيه، وهو انسحاب الإسرائيليين منه. ويقال أيضا أن هناك العمل على ترتيبات تركز على نظام مشترك لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتابع أن تنفيذ الترتيبات أمر بالغ الأهمية لاتفاق الرهائن وقف إطلاق النار، وأنه سيكون سابق له، يعني الهدف أولا فيلادلفيا الوجود المصري، ومن ثم أيضا العمل على إنجاز صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيل. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا أن رحلة ماكروك متوقفة على ما إذا كان حزب الله وإيران سيهاجمان إسرائيل، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تصعيد أوسع نطاق، يعني هناك تلك أو تردد خشية من تصعيد إيراني أو على الأقل من حزب الله تجاه إسرائيل. كما قال أيضا المسؤولون بأن في حالة التقدم فأن وزير الخارجية توني بلينكين أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الجمعة الماضية أنه يفكر في السفر إلى المنطقة الأسبوع المقبل للانضمام إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق منع التصعيد. هذه رغبة أن يعبر إذن وزير الخارجية الأمريكي للعودة إلى المنطقة للدفع، وأيضا يعكس هذه الرغبة التي قلنا لوقف إطلاق النار. لكن أيضا كما جاء في الخبر بأن هذه الرحلة لبلينكين تعتمد أيضا على الوضع في المنطقة خلال الأيام القادمة، وما إذا كان هناك تصعيد كبير فمن المرجح ألا يذهب بلينكين، يعني إذا كان هناك تصعيد عسكري سيؤخر زيارته. فعموما يبقى الأمر هناك رغبة أمريكية وهناك موافقة إسرائيلية كمناورة بالذهاب إلى المفاوضات سواء في الدوحة أو في القاهرة لإنجاز صفقة يقال أنها شبه جاهزة، تبقى بعض التفاصيل، سيعمل الأمريكيون مع المصريين والقطريين على إكمالها، وبالتالي يتبقى الأمر أيضا هل سيذهب وفد حماس أيضا إلى هذه المفاوضات أم لا. حتى الآن لم تعلن حماس أنها ستذهب أو لا تذهب، لكن الأمريكيين أعلنوا عبر الخارجية بأن القطريين أبلغوهم بأن القطريين يعملون على إقناع حماس بالذهاب. اللافت في هذا الأمر أن وسائل الإعلام المحسوبة على تيار عربي معين لنقول الإمارات والسعودية يقولون بأن حماس ترفض الذهاب إلى هذه المفاوضات، مع أن حماس لم تعلن بعد أنها ستذهب أو لا تذهب. من وجهة نظري أنا والشخصية بأن حماس ستذهب وبدفع من القطريين والمصريين وحتى أيضا الأتراك، للقطريين خبرة في السياسة كما للأتراك أيضا خبرة في السياسة، وبالتالي هم سيستغلون هذه الرغبة الأمريكية لإنهاء الحرب على الأقل كمصلحة للديمقراطيين للصعود كاميلا هاريس، وسيدفعون بذهاب حماس إلى هذه المفاوضات على الأقل لإنجاح صفقة وقف إطلاق النار بين الأطراف.
وأن هذه الدول أيضا قطر وتركيا تعرف أن المصلحة الرئيسية لنتنياهو هي عدم إيقاف إطلاق النار، وبالتالي رأينا المجزرة التي ارتكبها في قطاع غزة. إذن الأمور متوقفة على هذه الجهود. أنا كشخص متابع أتمنى لها أن تقف، فالجرح كبير في غزة، ونتمنى أيضا أن يتنفس أشقائنا الفلسطينيون في غزة الصعداء من خلال هذه الجهود الدبلوماسية، لنقول للمصريين والقطريين والأمريكيين لوقف إطلاق النار في غزة. وما زلت عند هذا التوقع بأن الفرصة هي للسياسة الآن، وهي مصلحة أيضا للفلسطينيين، كما هي أيضا للوسطاء الإقليميين مصر وقطر، كما هي أيضا للأمريكان للدفع بوقف إطلاق النار خلال المرحلة القادمة. وحده نتنياهو من يقف حجرة عثرة أمام وقف إطلاق النار، باعتبار أن وقف إطلاق النار سينهي حياته السياسية، وكذلك أيضا ترامب له مصلحة في عدم وقف إطلاق النار. وربما وهو اللافت أن بعض دول المنطقة المستفيدة من وصول ترامب، والتي تخشى وصول كاميلا هاريس، والتي ليست على علاقة جيدة بالديمقراطية، لا أسمي هنا دول، لكن دول رئيسية في المنطقة، وربما ترغب بعودة ترامب وكانت لها علاقة معه، ربما أيضا لها مصلحة في عدم وقف إطلاق النار في غزة وتتمنى وصول ترامب، وبالتالي هي أخبار وسائل إعلامها تأتي في هذا السياق الخادم أو المتخادم مع أفكار نتنياهو عن هذه المفاوضات الجديدة لوقف إطلاق النار. نتمنى أن تنجح وأن ينجح أيضا الوسطاء في إيقافها، فقد بلغت مدى لا تطاق وأوغلت في الفلسطينيين كثيرا، وهي بطبيعة الحال هي جرائم ضد الإنسانية وأيضا لإنهاء البشرية، حتى يعني كثير من الناس من الأسر أبيدت عن بقرة أبيها وآن لها أن تقف. فاصل ونواصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ولدينا عديد من الأخبار المتفرقة التي يمكن التعليق عليها معكم. نتابع. الحوثيون يقتحمون ويغلقون مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة بصنعاء، وهذه ضمن إجراءات كثيرة يقوم بها الحوثيون تجاه المنظمات، منها الاعتقالات، منها المنع من السفر، وأخيرا اقتحام المفوضية السامية للأمم المتحدة ومصادرة الهارد ديسك للرئيسي للمنظمة والحصول على كافة المعلومات وتصريف أو طرد الموظفين من المنظمة، إضافة إلى موظفين آخرين كانت قد اعتقلتهم في السابق وبالتالي تتحفظ عليهم، وهو يعكس توجها حوثيا إيرانيا للقطيعة مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة العاملة في حقوق الإنسان، وهو استقواء حوثي على هذه المنظمات باعتبار أن الأمم المتحدة والمنظمات ظلت تدلله ولا تتخذ مواقف حاسمة تجاهه، وبالتالي هو يفعل ما يريد تجاهه، وهذا السلوك هو جزء من سلسلة رأيناها ضد المنظمات العاملة في بلادنا من قبل الحوثيين، وقد تعكس أيضا إنهاء العلاقة بشكل كلي من قبل الحوثي ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتهم. خبر آخر. بحضور ممثلي الأحزاب وقيادات المقاومة والأمن والسلطة المحلية إشهار مؤتمر مارب الجامع كمكون يمثل كل الأطياف. هناك موضة حضرموت الجامع، مارب الجامع، وقد نرى أيضا عدن الجامع، أبيان الجامع، شبوه الجامع، فهي تأتي ربما رغبة إقليمية لصعود صوت محلي
تعوض به الدول الراعية للمسألة السياسية الضعف المركزي الحاصل في الأداء الحزبي في البلاد والذي قد يكون أضعف عن قصد. يفترض أن يكون الحضور في البلد هو الأحزاب الأحزاب الوطنية كمؤتمر أو كإصلاح أو كاشتراكي أو كناصر، لكن رأينا تراجعاً مع الحرب لهذه الأحزاب الوطنية الشاملة الحضور على الصعيد الوطني وبروز للأصوات المحلية كحضرمة الجامع مأرب الجامع أيا كان الأمر، وحزاب داخلية أيضاً الأحزاب تتجمع داخل لأهداف محلية لمأرب أهداف محلية لحضرمة، وبالتالي هي تعكس النقطة النظرية. لا أنا لا أدين ولا أؤيد، لكن الأمر يعكس المرحلة الراهنة بأن الصوت المحلي يبرز أكثر على حساب الصوت الوطني، وهو من وجهة نظري قد يكون جيد لحقوق المحلية لكنه قد يكون أيضا خطر، خاصة أننا نترك الصعيد الوطني للحوثي ليمثله. الحوثي هو ليس وطني، الحوثي هو طائفي وعنصري وجزئي، فبالتالي عندما ننسحب من القضايا الوطنية نترك فراغا قد يملأه الطائفي والعنصري الحقيقي والذي هو الحوثي. عموما هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من التوقف عنده والبحث كقوة سياسية، هل هو مفيد تصعيد الصوت المحلي أم ربما هو خطر على المسألة الوطنية ككل، لأنه يغيب أيضا الأدوار الرئيسية للأحزاب الوطنية. خبر آخر، مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تعاون مع اليمن في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وغسيل الأموال. تأخرت السعودية في هذا الاتفاق، افترض أن السعودية هي من أول من يوقع مع اليمن هذا الاتفاق باعتبار أنها هي الدولة الرئيسية الراعية لليمن، مع العلم أن اليمن وقعت مع الإمارات سابقا اتفاقية من هذا النوع. لكن ما هي مصلحة السعودية لنقول من هذه المذكرة؟ هل ستعمل على شراكة مع الحكومة اليمنية أوثق في مراقبة غسيل الأموال، في مكافحة الجريمة؟ هل سيكون تبادل سجناء مثلا من السعودية يعادي اليمن عبر هذه الاتفاقية؟ لكن عموما هي اتفاقية تأخرت كثيرا وهي عادية مما تحصل بين الدول، وكان يفترض أن يكون هناك اتفاقية من هذا النوع قديمة يعني من أيام الدول الماضية والأنظمة الماضية، ولا أستغرب أنها تأخرت حتى الآن. وهناك الكثير من الأسئلة أيضا عن التوقيت، ربما للسعودية مصلحة ولها سياسة معينة ربما قد تجد من خلال هذه الاتفاقية أيضا مصلحة لها في مزيد من العلاقة مع اليمن، مزيد من شكل علاقة معينة مثلا، وهي لا تحتاج عموما لاتفاقية لتتدخل أكثر، هي متدخلة فوق اللازم مع عدم وجود اتفاقية ومع وجود هذه الاتفاقية ربما قد تشرعن بعض الممارسات أو بعض الأداءات للسعودية في بلادنا. الأيام القادمة قد تكشف نوع هذا الأداء السعودي بعد هذه الاتفاقية. خبر آخر، أبين قبيلة الجعادنة تعلن التصعيد وتقر قطع الطريق الدولي والترتيب لمليونية جديدة. وهذا السؤال ما يزال يشغل كثيرين في عدن وفي أبين، أين عشّل؟ الأمن أعلن عن متهمين وأعلن عن إجراءات بحقها، من نائب العام طلب استدعائهم عبر الانتربول، لكن السؤال الحقيقي والجوهري والذي هو أين عشّال لا أحد يجيب عنه، من حق الجعادنة أو من حق أيضا المتضامن مع عشّال التنظيم لفعاليات تسأل دائما أبدا أين عشّال. فمصير الرجل يعني أهله ويعني أيضا المحبيه ويعني أيضا المتضامن معه ويعني أيضا المجتمع المحلي، وبالتالي على السلطة الأمنية في عدن وعلى أيضا الجهات السياسية أيضا المتواجدة في عدن أن تجيب عن هذا السؤال أين عشّال، وألا تعمل على مثل هذا الخبر وهو اختطاف أحد قيادات الاحتجاجات المطالب بالكشف عن مصير عشّال، فإن هذه الاختطافات بطبيعة حالها ستؤجج الاحتجاجات كما أنها لن تنهي هذا المطلب الحق وهو أين عشّال. فلو كنت أمنيا في عدن أو حتى سياسيا في عدن لعملت مع الأمن على الكشف عن مصير عشّال، لا أن أعمل على القمع للمتضامنين معه واختطافهم من الفنادق كما جرى مع الأخ الظاهر في الصورة وهو أحد المنظمين للاحتجاجات المطالبة بمصير عشّال. خبر آخر، وقفة احتجاجية في المكلا لمطالبة بحقوق حضرموت المشروعة في الثروة واستقلالية القرار، وهو يعني رغبة موجودة الآن في حضرموت للحصول على نصيب من الثروة، ويبدو أنها ضايعة ويبدو أن المحافظة لا تحصل عليها من خلال الاتفاقات غير المعلنة بين المحافظ وبين الرئاسة، مع العلم أن هناك نفط مدعوم تحصل عليه حضرموت عبر المحافظ من مارب ب7000 لنقل للدبة، لكنها تباع ويقال أنها يجب أن تكون مدعومة للمنطقة وتباع بسعر السوق السوداء فوق 30,000، وبالتالي هناك أكثر من مليار ريال مهدور تتحصل عليها المحافظة من خلال هذه التجارة
السوداء بالنفط المدعوم الذي تحصل عليه مارب أو حضرموت من مارب، وبالتالي أن هذا الفساد أيضا قد نراه أيضا مع ذهاب المحافظة إلى تكرير نفطها من خلال المصفر التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن هذه المطالب هي حقها، ومن حق الناس أن تعلم عن الدعم المقدم من المحافظة مركزيا وأين يذهب، ويجب على الحكومة وعلى الرئاسة وعلى السلطة المحلية أيضا الإجابة عن هذه الأسئلة التي يضعها المحتجون الذين يخرجون دائما أبدا للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية في المحافظة. هي حضرموت عانت مع الحرب جراء الحرب وجراء أيضا الممارسات الفاسدة فيها. الخبر الآخر، مارب بريس، الاتفاق مع أمريكا يسمح بترحيل 28 يمني كانوا معتقلين في غوانتنامو. تفاصيل، هي أيضا هي مشكلة أزمة الحرب على الإرهاب. أمريكا اختطفت عديد من اليمنيين كما اختطفت عديد من الجنسيات إلى غوانتنامو، وحين أرادت إغلاق غوانتنامو أعطت هؤلاء السجناء إلى بعض الدول منهم الإمارات منهم عمان ومنهم من لم يستقبلهم أحد، وبالتالي الدول هذه اللي استقبلت بدأت الآن في الأونة الأخيرة تريد إرجاعهم للبلاد، وهؤلاء مضى على اعتقالهم من 20 سنة وبالتالي لا يستطيعون العودة والاندماج ويحتاجون إلى الرعاية ويحتاجون إلى أيضا توفير المال، وبالتالي هم يرفضون العودة. فالأمر هي مشكل، وأرى من وجهة نظري أن يجب أن يحل بين السلطة الرسمية مع الأمريكان ومع أيضا الدول الراعية لهؤلاء، والعمل على تخريجة إنسانية لمصيرها، ولفقد خسر معظمهم منتصف عمره كان 21 سنة أكثر من 20 سنة، وبالتالي من جانب إنساني يجب أن يكون هناك اتفاقا بين الدولة اليمنية وبين الأمريكان وبين الدول المستضيفة لهم أيضا على الأقل لتوفير ملاذات آمنة وإنسانية لهؤلاء الذين دفعوا الثمن جراء الحرب الأمريكية الغاشمة على ما كان يسمى بالإرهاب. خبر آخر، ومن الصومال، صومالي ألب، ويبدو أنه إذن متأثر بالمسلسلات التركية. يقول الصومال ومصر توقعان اتفاقية تعاون عسكري تشمل العديد من الجوانب أهمها التدريب العسكري والعمليات العسكرية المشتركة بين البلدين. الجدير بالذكر أن مصر سوف تشارك بقوات عسكرية في الصومال إلى جانب الجزائر ودول أخرى ضمن قوات الاتحاد الأفريقي المزمع تشكيلها مع استبعاد إثيوبيا منها، مع العلم أن الرئيس الصومالي تاجد الآن في مصر، وهذا الخبر جيد بالنسبة لأن تعود مصر لتدخل في المنطقة وفي الصومال التي تركت وحيدة لإرهاب أيضا وحيدة للاستقواء الإثيوبي عليها، باعتبار إثيوبيا التي تدخلت أيام الرئيس السابق من الزناوي وخرجت الشباب حركة الشباب من الحكم وأتت بهذه الحكومة، لكن لإثيوبيا أطماع، وكما سمعنا أيضا خلال الأيام الماضية بأنها كانت ترغب في الحصول على ميناء عسكري وليس اقتصادي وبرعاية إماراتية في خليج عدن مع الدولة الانفصالية في الشمال صومالي لاند، وهو الأمر الذي وجه باعتراض ورفض من قبل الحكومة الرسمية الشرعية في الجنوب في مقديشو لهذا الاتفاق، الأمر الذي دفع به الأتراك للتدخل، والأتراك هم بطبيعة الحال يرعون الحكومة الصومالية في مقديشو، رعوا حوارا مع الجانب الصومالي مع الجانب الأثيوبي، لكن المعلومات من هناك تقول أن هذا الحوار لم يفضي إلى نتيجة مع إصرار الإثيوبيين على الحصول على قاعدة عسكرية في المياه الصومالية وكأنه حق مكتسب لهم، والصومال يرفضون ذلك، وهناك عديد من الأجندة التي تدفع الإقليمين، نقول تدفع إثيوبيا بتواجد العسكري في المنطقة وعلى رأس هؤلاء الإمارات، أن تأتي مصر لملء هذا الفراغ وأن توقع اتفاقا عسكريا مع حكومة مقديشو هو أمر جيد بالنسبة لي، وقد يلجم الأطماع الإثيوبية في الصومال وبالتالي الأطماع الإثيوبية في المنطقة، ونحن كيمنيين نتأثر بهذا الأمر، وأرى أنه يجب أن يكون الحضور في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي بحر العرب حضور عربي فقط، وقدوم إثيوبيا إلى هذا النفوذ العربي أو هذا المجال العربي سيعقد العديد من المسائل، والإمارات هي تلعب في خاسرة رخوة لليمن وللسعودية ولمصر باستقدام إثيوبيا إلى خليج عدن، وبالتالي فأن عودة مصر إلى الصومال وهو عامل مهم للحضور العربي وأيضا للصومالي أمام أطباع إثيوبية مدعومة لنقل من دول إقليمية كالإمارات ربما حتى أيضا من إسرائيل وحتى دول غربية تريد أن تكون إثيوبيا هي شرطي المنطقة البديل عن إسرائيل أو المعزز لإسرائيل كما كان النظام الإيراني يمشى هو الشرطي الغربي في المنطقة، وبالتالي يجب على العرب، وأنا أتفائل بهذا الحضور المصري في الصومال وأتمنى أن أرى أيضا حضورا مصريا واسعا في المنطقة ككل ومنها في اليمن، فإن غياب مصر ترك اليمن لعديد اليمن وعديد من الدول لأطماع غير عربية لنقل إيرانية مثلا والتي توسعت جراء الانكماش المصري على المنطقة، ومصر كانت هي دائما حاضرة منذ الدول المصرية المتعاقبة وحتى أيام عبد الناصر الذي كان متدخلا وبشكل جيد في اليمن وكان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح ثورات 22 أو 26 سبتمبر 62،
وبالتالي فإن عودة مصر إلى المنطقة هو عامل أمني عربي مهم يجب أن يشاد به. وبهذا الخبر الذي أجده مهما بالنسبة لي كمهتم أيضا بالسواحل وبالبحار، أختم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من الآخر، وألقاكم في حلقة أخرى وفي أمان الله.